كبيرة أنه أصبح يعرف أعداد وخطط وأموال ومشاكل وضعف وقوة. الضعف يخترقه، والقوة كيف يتملص أو يتخلص منها. هذا شيء حصل مؤسف ومؤلم، والعالم كله ينظر باستغراب كيف يتحدث العراقيون عن أمنهم ومؤسساتهم الأمنية بهذه الطريقة المكشوفة على الإعلام. حتى مجلس النواب المحترم الذي من حقه أن يستدعي أو يستجوب أو يطلع، بإمكانه أن يصل، والهدف من عملية الاستجواب والاستطلاع والاستضافة والاستدعاء هو الوصول إلى نتائج وليست لعمليات فضح لأسرار. بالإمكان أن تكون اللجان المختصة، وبالذات هذا الجانب الأمني، أن تكون لجنة الأمن والدفاع هي التي تتولى العملية والمسؤولية، وتلتقي مع المسؤولين الأمنيين وتناقش معهم الخطط والأساليب وتتفق معهم بعيدا عن الأضواء الإعلامية، لأن الأمن لا يمكن أن يكون مما يتحدث به الإعلام. ومع الأسف الشديد الفضائيات والإعلام، حتى العراقي منه أصبحت عنده مادة، وأصبحوا يستضيفون هذا ويستضيفون ذاك من سياسيين، من لهم علاقة بالعملية ومن ليس لهم علاقة بالعملية، ويتحدثون ويشهرون ويفضحون ما يعرفون ويشوشون ذهن المواطن العراقي. أنا أقول للمواطن العراقي ليثق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن هذا الجهد مستمر ومتصاعد رغم أن التحدي كبير وخطير، ولكن لا تراجع. ولن نصل يوما إلى ما يتحدث عنه البعض عن أمن مفقود، إنما نتحدث عن خلايا إرهابية كيف نقضي عليها بالتعاون والانفتاح بين الأجهزة الأمنية والمواطنين. كما أقول لكل الشركاء في العملية السياسية، كما بينت سابقا، أن التهاون في هذا الموضوع، تحدثوا بكل شيء، في الاقتصاد، في الزراعة، في الصناعة، في التعليم تحدثوا، ولكن كونوا حذرين من الحديث عن العمل الأمني، وتذكروا كيف كان العراق وكيف كنا نحصد آثار الطائفية البغيضة التي كانت تنميها مؤسسات في الدولة، كيف كانت تقطع رؤوس الناس في الشوارع. وحذاري التساهل في هذا الموضوع، لأنها ستعود، وإذا عادت سوف لن ينتفع منها أولئك الذين يعتقدون أن بالتشويش يمكن أن يسجل لنفسه انتصارا أو يحصل على صوت انتخابي هنا وصوت انتخابي هناك. فلتكن المصلحة العليا ودم المواطن العراقي بعيدا عن المزايدة وبعيدا عن الانتخابات. تنافسوا، والتنافس مشروع، ولكن ينبغي ألا يكون التنافس على حساب الدم العراقي والأمن العراقي الذي إذا فقد مرة أخرى لا سامح الله سوف لن ينتفع منه أحد. وما تحقق من ارتياح ونشوة وفرح عند المواطنين بالتواصل والانفتاح هذا أيضا سيفقد، وسيتحمل جميع القوى السياسية هذه المسؤولية إن لم يكونوا عند المستوى المطلوب. أنا أشدد على أجهزتنا الأمنية بالوقت الذي سنصحح ونعاقب من يتساهل أو يتهاون أو يخترق عقوبات شديدة تتخذ عادة على كل المتهاونين، لكن يبقى أجهزة الجيش والشرطة والأمن قد أنجزت إنجازات كبرى ينبغي أن تشكر من قبل كل السياسيين، وألا تتحول تحت عناوين سياسية دعائية إلى وسيلة استهداف لهذه الشرائح التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء حتى توفر لنا هذا العيش وهذا الأمن الذي نحن فيه. كما أوجه حديثي إلى الدول وأدعوها جميعا إلى الوقوف مع العراق، وليس مع العراق فقط، وإنما كل الدول التي تمر بمثل هذه الأزمة في مكافحة الإرهاب، ينبغي أن يكون الموقف مسؤولا أيضا من قبل هذه الدول، كما يقف الجميع في مواجهة أخطار الأوبئة، إنفلونزا الخنازير وغيرها. هذا أخطر من إنفلونزا الخنازير الإرهاب، ويجب أن يصطف الجميع، لا أن يتفرج البعض أو يقدم تسهيلات البعض الآخر لهؤلاء. لذلك ومن أجل أن نمضي في الطريق والاستراتيجية والسياق، وأصر على وجود السياسة الدقيقة التي شهد بها العالم، وحتى للذين يقولون لا توجد استراتيجية، أن معهدا للدراسات الأكاديمية العسكرية وضع التجربة العراقية في مكافحة الإرهاب بكل أبعادها
كمفصل من مفاصل